بعد ما تابعنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نتابع كمان اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، منها افتتاح مشروعات خدميه وتمويه في شمال سيناء بمناسبه العيد القومي للمحافظه، وبدء صرف المعاشات في مكاتب البريد. كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب النهارده، كمان في ماتش مهم جدا وماتش الاهلي ورجاء البيضاوي المغربي في دور 8 من دوري ابطال افريقيا، ده هيكون الساعه 12 بالليل، يعني الساعة 12 هذا الماتش هنتابعه. طبعا كان الأهلي فاز في ماتش الذهاب بنتيجة 2-0، فبالتالي التعادل 2-1 عفوا، فبالتالي يعني التعادل يكفي. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء هيفتتح عدد من المشروعات الجديدة بالتزامن مع انطلاق احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، وكمان هيتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، ده غير افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد اللي بيضم 48 ورشة مجهزة. النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان العشر الأواخر وفقه الأولويات، وتم ترجمتها لعشرين لغة، وده في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي. كمان النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المعاشات للمستفيدين من خلال المكاتب وماكينات الصرف الآلي والسيارات المتنقلة. لعشاق كرة القدم الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهيلتقي الترجي التونسي مع وفاق سطيف الجزائري الساعة 11 بالليل.